ثالث المراكز وهني ناصر بن محمد بن زايد المنصوري. متواصلين مشاهدينا الأعزاء في هذا اليوم، وانطلق قبل قليل الشوط الثاني لجداع القعدان، الشوط الرابع من مجموع أشواط هذه الفترة الصباحية لهذا اليوم. أيها الأعزاء، الأشواط تتواصل، شوط ينقضي وينطلق الآخر. أتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وأهنئ الفائزين في هذا اليوم فتهانينا والناموس. نتجه مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الأول، ومن يتصدر هذا الشوط هنا الباز جابر بن حمد بن جابر بن جهيم المري على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، ولكن ينخطف المركز الأول في هذه اللحظات من مكفي لمعجب بن سعيد بن لجبع الخيارين، من غير في هذه اللحظات وانتزع مكفي المركز الأول وصدارة الشوط. بينما المركز الثاني هنا الباز لجابر بن حمد بن جهيم المري. ننتقل إلى المركز الثالث ووصول عزام لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. يلي عزام على المركز الرابع هنا سراب لراشد بن ناصر بن عبيد المري على المركز الرابع، ويليه على المركز الخامس صوغة لراشد بن عبد الله بن سند المسيفري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، ومكفي ينطلق ويبادر بصدارة الشوط وبالمركز الأول وباحتلال هذه الصدارة والموقع المستهدف من كافة الملاك والمضمرين المتواجدين في هذا الشوط. المركز الأول مركز مستهدف ومنشود لجميع المشاركين. هذا هو مكفي مشاهدينا الأعزاء على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، ونتمنى أن نقول لمالك مكفي كفيت ووفيت، والمكفي أيضا بعد الفوز بهذا الشوط هذا ما يتمناه مالك مكفي معجب بن سعيد بن لجبع الخيارين ويتمنى جميع المشاركين. بينما المركز الثاني الباز وسلالة الباز الغنية عن التعريف، على المركز الثاني جابر بن حمد بن جهيم المري، وأرى التسلل من الجانب الآخر هنا سراب أو هنا شعار بالفعل صوغان راشد بن عبد الله بن سند المسيفري، يتسلل تسلل ممتاز وأيضا ملموس لينتزع المركز الثاني مع راشد بن عبد الله بن سند المسيفري. الباز الآن على المركز الثالث جابر بن حمد بن جهيم المري، وعلى رابع المراكز هنا سراب راشد بن ناصر بن عبيد المري، وشعار بن عبيد يتواجد على المركز الرابع اللي شاهدناه في الشوط الأول الرئيسي ينافس منافسة قوية. هذا هو نفس الشعار يعود، وبمتابعة أحد الخبراء وأحد الفطاحنة في التضمير محمد بن عبيد المري المتواجد يرافق، أتمنى له التوفيق ولكل المشاركين. ننتقل إلى المركز الخامس ووجود عزام لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري والشعار الإعصار الغربي وممثل الغربية الدائم يتواجد على المركز الخامس. بينما عملية التضمير والمتابعة مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم في هذا اليوم الرياضي الجميل، يوم ممتاز معتدل البرودة، ولكن هنا حرارة هذا الشوط فاقت كل التوقعات. شوط ساخن يا متابعين، والمقدمة ساخنة، أرى التغيير على مقدمة الشوط صوغان 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 ممثل هل النصرانية في هذا الشوط مع بن سند المسيفري. يا سلام، هنا صوغان راشد بن عبد الله بن سند المسيفري، أول ثلاثة كيلومترات تنقضي ويتبقى مثلها تماما، وسعود بن سلطان بن سند المسيفري الشاب الوسيم الشاب المضمر الممتاز يتابع في عملية التضمير. كل التوفيق يا سعود، أتمنى لك ولجميع المشاركين التوفيق. الله، ينطلق ممثل هلال النصرانية في هذا الشوط مع صوغة لراشد بن عبد الله بن سند المسيفري. بينما المركز الثاني هنا مكفي لمعجب بن سعيد بن لجبع الخيارين، ومكفي ايضا من الاسماء القويه المتواجده في هذا الشوط. الله، الباز 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 عاد مره اخرى الباز ليتقدم لموقعه الصحيح، كان
في بداية الشوط في المقدمة ويتراجع تراجع تكتيكي في هذا الشوط وأيضا استراتيجي هذا التراجع. هذا هو على المركز الثالث، تعود ملكية الباز لجابر بن حمد بن جهيم المري، بينما المركز الرابع اللي ما زال في نفس الموقع منذ أن انطلقنا شعار بن عبيد. على المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء سراب لراشد بن ناصر بن عبيد ال مريزيق المري، ويليه على المركز الخامس الله يقترب شعارها للغربيه، الاعصار الغربي يقترب 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 من المراكز الاولى، وهو الان في موقعه الصحيح في هذه اللحظات في المركز الخامس لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. على المركز الخامس محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير، ونقترب من آخر 2 كيلومتر. يا متابعين ويا مراقبين مشاهدين قناة الريان، الشوط الرابع يمضي سريعا ونحن نقترب من لوحة 1500 متر، لوحة الصراع اللي ما بعدها إلا الفوز والناموس ومعرفة الفائز في هذا الشوط. عموما ما زالت الأمور مع صوغان راشد بن عبد الله بن سند المسيفري مكفي على المركز الثاني، يشن الهجوم في هذه اللحظات اللاذع، وايضا الباز يتدخل. اذا هجوم على شعار بن سند المسيفري من شعارين قويين في هذه اللحظات، مكفي 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 يتسلل من الجانب الاخر، والباز يتوسط الشعارين ما بين هذا وذاك، يرقص شعار بن جهيم مشاهدينا الاعزاء، ولكن مكفي ينطلق مع لوحه الالف والخمسمائة متر الاخيره ليتقدم تقدم ملموس وتقدم واضح على مقدمة الشوط. تعود الملكية لمعجب بن سعيد بن الأجبع الخيارين يزيد المضمرين الملاك العمالقة بهذا الشعار المعروف والشعار الذي دائما يحصد المراكز الأولى، شعار معجب بن سعيد بن الأجبع الخيارين. دير بالك يا أخوي يا معجب، أرى القدوم من الفارس علي بن عبد الله بن حمد آل حسن، واصل 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 الفارس، أول نداء له مباشرة على المركز الثاني، أيضا هنا أول نداء لصاحب المركز الثالث شاهين حمد بن سعيد بن حلفان، المركز الرابع الباز جابر بن حمد بن جهيم، ولكن ينخطف رابع المراكز، أول نداء لهملول مطر بن محمد بن مطر بن غدير الاكتبي، المركز الخامس عاد عزام محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وأيضا نشاهد التقدم عمار سيف بن عبيد بن غنام المزروعي، ولكن أعود مع الكيلومتر الأخير هنا مصيحان عبد الهادي بن علي بن عجلان المري، أول نداء له على مقدمة الشوط مباشرة، واختراق خطير 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 من هذا المشارك. يا سلام مصيحان عبد الهادي بن علي بن عجلان المري، يا سلام. ولكن شعار الإعصار الغربي قادم قادم لانتزاع هذا الشوط، الشوط الثاني والحساس الحساس الحساس الحساس. المركز الثالث هنا شاهين حمد بن سعيد بن حلفان، ورابع المراكز دكتور او هنا هملول لمطر بن محمد بن مطر بن غدير الاكتبي، ولكن انطلق عزام بكل عزم مشاهدينا الاعزاء ليتجه بالسلام الى اهل الغربيه في هذا الشوط والى ابناء الامارات العربيه المتحده الشقيقه. عزام 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 على مقدمه الشوط، وهناك مصيحان عبد الهادي بن علي بن عجلان ومعركه طاحنه، ولكن عزام غربي 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 هذا الشوط غربي دائما دائما مشاهدينا الاعزاء، هجن الغربيه تحضر حضور قوي، وعزم عزام ونوى عزام على اختطاف ناموس الشوط. تهانينا وعلى الهوائي مباشره لمالك عزام محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وتهانينا ايضا لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي لحظه الوصول. المركز الثاني هملول مطر بن محمد بن مطر بن غدير الاكتبي، المركز الثالث مصيحان عبد الهادي بن علي بن عجلان المري، المركز الرابع شاهين لحمد بن سعيد بن حلفان المري، المركز الخامس عمار سيف بن عبيد بن غنام المزروعي. إذا هذا هو عزام مشاهدينا الأعزاء يختطف ناموس الشوط الثاني لجداع القعدان، قاطع عن مسافة الشوط في 9 دقائق 30 ثانية 74 جزء من الثانية. إذا تهانينا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والتهاني موصولا لمحمود الوهيبي. المركز الثاني يصل هملول 9 دقائق 31 ثانية 54 جزء من الثانية، تهانينا
لمالك حملول، مطر بن محمد بن مطر بن غدير الكتبي، بينما المركز الثالث يصل بهم صيحان 9 دقائق و31 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الهادي بن علي بن عجلان المري.